نورس راديو 93.5 FM. تقول لي يا شاعري إني بلغت الأربعين وأحس أني لم أزل في العاشرة. وتقول لي يا شاعري إني بلغت الأربعين وأحس أني لم أزل في العاشرة، فدم الذي يجري بأوردتي عبير الياسمين، وعلى فمي تزهو حدائق ساحرة، وعلى روابي وجنتي بلابل للحب تشدو والحنين، وعواطفي بالوجد والهيمان دوما عامرة، بي كبرياء صارخ متربع فوق الجبين، وإذا عشقت فإنني مجنونة ومغامرة، لا أنحني إلا لرب العالمين، وجميع أوهامي على صخرات إيماني تصير بلحظة متناثرة. أمشي ورأسي شامخ لا أستكين، وأمام أرتال المصائب صابرة، لا أمتطي أبدا خيول اليائسين، فإرادتي مثل اللآلئ نادرة، أنا لست مثل الآخرين يحيون ظلا زائلا فوق البسيطة لا يبين، فأنا حياتي في السماء على جناح الحب ما بين الكواكب طائرة. وبمقلتي منارة للعاشقين تهدي خطاهم في الليالي الغادرة، وأنوثتي كعواصف طول السنين هيهات تمحى من خيال الذاكرة، وأطير مع أحلامي الجذلة، وأبحر كالسفين متحديا كل الظروف القاهرة، مثل الفراشة خفة ورشاقة أنا، مثل الفراشة خفة ورشاقة أنا، لست أؤمن بالسكون وعلى الجمود تظل نفسي ثائرة، صوتي تراتيل الطيور بلذة وعذوبة فوق الغصون، نبع الجمال بداخلي لا ينتهي إن كنت غائبة أنا أو حاضرة، سر غريب بين أضلاعي، سر غريب بين أضلاعي يعيد إلى الصبا عمري ويمحو كل شك باليقين، كل العقول تظل فيه حائرة. يا شاعري اكتب قصائدك الجميلة بي، تغزل كل حين إني أحبك أن تحولني بثانيتين أحلى شاعرة. شيطان شعري لم يقل شيئا ولم يكتب، ولكن ردد الصمت الدفين، إحساس قلبك صادق يا حلوتي، إذ جئتني تحكين لي بعذوبة، يا شاعري أنا لم أزل في العاشرة. نورس FM.